وسهلا بكم، كيف الحال؟ نتمنى بخير، على خير ان شاء الله. اليوم غنتكلموا على كيف طريقه تقديم الطلب، كيف دير الملف. وهنا الدنيا بارده شويه وان شاء الله غيكون كورس في صندوق الوصف، عندك المعلومات كامله في صندوق الوصف ان شاء الله. الى انا كنريح طريقه تقديم طلب الهجره الى كندا للزائرين 2018 هذه السنه. اولا ضروره الاطلاع على المعلومات المطلوبة للهجرة إلى كندا وتحميل استمارات الطلب الخاص بنوع الزيارة، وذلك من موقع إدارة الهجرة للاجئين والجنسية الكندية. ثانيا البدء في مد استمارة الطلب وكافة الوثائق الأخرى المطلوبة للهجرة إلى كندا للجزائريين. ثالثا ضرورة الإطلاع على سياسة الخصوصية المتعلقة والتعبئة استمارة الموافقة الخاصة بـ VFS. رابعا ضرورة دفع كافة الرسوم المطلوبة من قبل الإدارة والهجرة واللاجئين والجنسية الكندية. خامسا إصدار جواز السفر الصور الشخصية استمارات والوثائق المطلوبة من قبل المرشح. سادسا إرسال طلب الهجرة إلى مركز التأثير الكندية عبر البريد الإلكتروني. سابعا دفع رسوم الخدمات المطلوبة للهجرة إلى كندا للجزائريين في مركز التأثير الكندي، والاحتفاظ بإيصال استلام كونه يحتوي على الرمز الخاص يتبع طلب الهجرة على الإنترنت. إن شاء الله كل شيء موجود، كل معلومات موجود في صندوق الوصف. دابا ندير واحد الجولة هنايا ونتكلموا إن شاء الله على أي حاجة تكون الهجرة ولا أي حاجة. شوفوا هنايا، شوف هذا المتاح، هذا المتاح تاع الشغل ذكي وخلي ما نخسرش اربعة، يعني الجو بارد اليوم 10 في 18 الجو باقي بارد حتى اليوم بارس. كتشوفوا هنا، شوفوا هنا هذا البلاط في الوراوة شي فيديو. I originally didn't have a flight. سبحان الله الشجر كيبقاو واخا تكون ناقص 100 كيبقاو. ندور هنايا شحال هنايا الكسر، غنتمشاو شويه هنا كون كاين كاش عامل هنايا. شوف الشمس عندك الدار باغا الناس اللي كيتكلموا فرنسي يعاود ويحافظوا على الهوية ديالهم والثقافة اللي تبقى هذا اللي كاين. اللي عندو شي خدمة بلادو كتحسن الغربة صعيبة. كندا قبضوا الجنسية ورجعوا فحالهم بلادهم. اللي كاين جاو على الجنسية كندية ورجعوا فحالهم، ماشي على شهادة. كل واحد على كل واحد كيتبع المصلحة ديالو، علاش بغا يجي لهنا؟ اللي عنده خدمة مزيانة يبقى أحسن له. ما كاين لا، يعني لازم تضحي بالعائلة ديالك، والدين، أصدقاء،
صحاب وكاليتي ديال وكاليتي ديال الحياه في بلادنا احسن من هنا. انا ما كتجي هنا انا ما كان صاحبك لا والو لا والو حاسس في الغربه. حتى العرب انا هذا ما كديها في هذا راح متسوق لك واش عشتي ولا موتي ولا انا كتشوف انا عطيني كاش عامله كتشوف تا كيتيب شي شويش هذا كيبان ما انا نقربوا ليه هذا كيبان شويش هذا كيدو ولكن إذا كتكون الدنيا مزيانة هنا منطقة فرنسية كيبك أنا أونتاريو هذا مقاطعة أونتاريو وأخرى مقاطعة كيبك القنطرة هي كتفصل بيناتهم هنا كتفصل على أوتاوا وأخرى كاتيرو تمشي هنايا تمشي هنايا كتشوف هنايا استفارة أمريكان صورات يقصر هذاك العواد الشاطئ لوريا راهو فين هو هذاك المتحف بارد 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 كتشوف غادي نشوف شوش هنايا نتمنى هذا يوم الربع يعني وباقي الدنيا تلجع هذا يوم الربع ماكاينش يوم الربع هنايا يا يا كاين الصيف كاين الشتا كيزول الفصول كنشوف انا المتحف هذا الدنيا خاوية مكاينش السياح مكاينش كنت كيتخبع في المول ديما السبت كنت كيتخبع كنت عايز المكان هيا الكنيسة هيا فنية
هنايا كتكون الدنيا خضرا في الصيف. هاكا كتبتلي فين هو دائما كتنقي اي كلب عمل شي حاجه في الارك ولا جات كتنقي داكشي كديرو في بلاصتك وكتيوه في الزبال كتخليه شي كتشوفها في يدك. كل واحد تابع القانون الشعب كاش عامل ها. كبستك في يدك ان شاء الله نخليكم هذا البلوك لو نشوف لنا اخر شعطه اوكي. وهذا السلام عليكم في الفيديو اخر. الى اللقاء، شكرا لكم، اتمنى يعجبكم هذا الفيديو.